يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثرت الفترة الأخيرة البرامج الفكاهية الكوميدية والتي تنتشر بشكل كبير بين الشباب، المقاطع الكوميدية التي تنتشر كثيرا بين الشباب، فهل هذا الشيء تأثير سلبي من الناحية الدينية أو الروحانية؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكرك أخي الحبيب، سؤال مهم جدا جدا. اليوم معظم الشباب بالفعل يجلسون على مقاطع ما يسمى بالكاميرا الخفية والبرامج الساخرة والمقاطع الكوميدية ونوبات من الضحك الهستيري. الحقيقة أحبتي في الله، أنا يعني هذا السؤال مهم اليوم ويتكرر كثيرا، وأحب أن أخبركم عن دراسة عالمية قامت بها جامعة أكسفورد. سنأتي للناحية الدينية وكيف أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الضحك قبل 1400 سنة. هناك دراسة قامت بها جامعة أكسفورد، دراسة نشرت مؤخرا عن الضحك، ماذا يفعل بالقلب، ماذا يفعل الضحك بالدماغ، كثرة الضحك. طبعا هذه الجامعة قامت بدراسة على أناس يشاهدون مقاطع ساخرة وكوميدية وبرامج كوميدية ضاحكة أو ساخرة وتنتابهم نوبات هستيرية من الضحك. وجدت الدراسة أيها الأحبة أن القلب هو أكثر منطقة تتأثر بكثرة الضحك. لماذا أحبتي في الله؟ دققوا معي. القلب هو الذي يشرف على عمل الدماغ، هو الذي يضخ الدم، وهو الذي يشرف على عمل الكثير من أجهزة الجسم، وبالتالي هذا القلب هو الذي يتحمل أي ضغط نفسي سواء كان فرحاً أو كان حزيناً. يعني عندما يحزن الإنسان القلب يتأثر كثيراً، عندما يكتئب يتأثر القلب، وعندما يفرح يتأثر القلب، وبالتالي العلماء وجدوا أن نوبات الضحك الهستيرية تؤدي لاحتشاءات معينة في عضلة القلب ومشاكل كثيرة تسبب الموت البطيء للقلب. وهذه قضية خطيرة ينبغي أن ننتبه لها أيها الأحبة، يعني هناك موت مفاجئ يحدث بين الشباب، نقول مات بشكل مفاجئ ولكن لا نعلم ما هو السبب، هذا هو أحد أسباب الموت المفاجئ. إذن جامعة أكسفورد تؤكد أن كثرة الضحك تميت القلب، هذه حقيقة علمية أثبتها العلماء بالدراسة العلمية اليقينية. الآن السؤال أحبتي في الله، ماذا عن حبيبكم عليه الصلاة والسلام؟ هل غفل عن هذا البلاء الذي ابتلينا به اليوم، كثرة المقاطع الساخرة وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تجد أن الشاب يجلس أو الفتاة يعني يجلسون ساعات طويلة وهو يضحك 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 ويسبب ضغطا نفسيا وفيزيولوجيا على قلبه، لا يعلم أنه يميت قلبه بشكل بطيء، لأن عملية الضحك أحبتي في الله هناك أجهزة كثيرة في الجسد تعمل بشكل يعني تصرف طاقة زائدة، تعمل بشكل زائد عن الوضع الطبيعي أو الحد الطبيعي، وبالتالي كل هذا يصب على القلب. حبيبنا عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن هذه الحقيقة الطبية. حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الشباب وحريصا على المؤمنين اليوم، لا يريد لهم أي ضرر، وبالتالي قال حديثا عظيما جدا، والله أيها الأحبة يتطابق تماما مع ما تقوله جامعة أكسفورد اليوم في القرن 21. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. سبحان الله، يعني تطابق كامل.
بين الحقيقة العلمية الطبية التي لا ينكرها أحد وبين ما جاء به هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. لذلك أحبتي في الله يعني ينبغي علينا أن نتجنب مشاهدة هذه البرامج الساخرة حفاظا على قلوبنا. ينبغي أيضا أن نتجنب الضحك الكثير لأنه يؤدي للموت المفاجئ. كذلك الله تعالى لا يحب الفرحين. هل تذكرون قصة ذلك الطاغية الذي يسمى قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني كان لديه كنوز يعجز الأقوياء عن حمل مفاتيحها، فتصوروا كم حجم هذه الكنوز. على الرغم من ذلك ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. قومه ماذا قالوا له؟ إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ما معنى لا يحب الفرحين؟ الإنسان الذي يضحك كثيرا ويفرح بالدنيا كثيرا هذا يخرج من محبة الله تبارك وتعالى. يعني هل تصورت أخي الحبيب وأنت تشاهد هذه المقاطع الساخرة والضاحكة وتنتابك نوبات من الضحك الهستيري وتضيع وقتا طويلا، ربما تضيع أوقات الصلاة، تغفل عن ذكر الله، طيب أنت تسبب مشاكل للقلب لديك وبنفس الوقت تبتعد عن محبة الله. إذا أردت الله أن يحبك يجب أن تفرح برحمته عز وجل. عندما تلتزم بتعاليم الله يجب أن تفرح. لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا برحمته ولقائه يوم القيامة، فهو القائل إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يجعل قلوبنا سليمة بذكره، عامرة بذكره عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.